تلقائي وكلها مدرسة سيارات وحاجات حضرتك. اصور على حسابي يا فندم. طب الحقيقه يعني احنا لو قلنا طول شبكه الري والصرف 55 كيلومتر، 55000 كيلومتر، 55000 كيلومتر دي يعني مساحه كبيره جدا. الترعه ديت المشروع ده حوالي 28 كيلو، 28 كيلو تكلفه تنظيفه بس وتطهيره حوالي 6 مليون جنيه. فنتخيل 55000 كيلو عشان ننظفهم كل سنه هنتكلم قد ايه. فدي رساله مهمه جدا. طبعا التنظيف ده كله بيبقى ايه؟ بيبقى قمامه، بيبقى مخلفات مباني، بيبقى حيوانات نافقه، بيبقى ميه صرف صحي. طبعا هنا في الترعه ما فيش ميه صرف صحي، انما كان في المصرف كان بيتصرف عليها ميه صرف صحي. كل الكلام ده في الاخر احنا بيبقى في مشكله، مشكله السعه بتاعت الترعه بتقل، وبالتالي بنضطر عشان الميه توصل للنهايات بنطلع كميات ميه زياده. يعني السنه اللي فاتت في نفس الميعاد ده كان في حوالي 1.7 مليون متر مكعب ميه يتطهر، السنه دي 900000 نتيجه التنظيف. احنا هدفنا ان احنا المسار المائي يبقى نظيف، يبقى الميه ماشيه فيه سريعه توصل للنهايات، وبالتالي نقلل كميه الميه وترشيد للميه. دي حاجه مهمه جدا، لازم الوعي العام عند المصريين كلهم بالنوع. لما بيرمي مخلفات مباني لما بتيجي تتعالج تبقى ميه شرب، ميه شرب اولا تكلفه المعالجه بتبقى عاليه، الكمامه بتولد فيروسات وبتولد بكتيريا وبتولد امراض ما هترجع له تاني. فمهم جدا ان هو يبقى المواطنين يتعاونوا في عمليه عدم القاء الكمامه في المجاري المائيه، لان حفاظا على صحتهم وحفاظا على المورد اللي هو بتاعهم. احنا وزاره الري احنا بنخدم على كل الناس. لما انا المجهود اللي انا لما اصرف على 28 كيلو تنظيف 6 مليون جنيه، لما اعمل الكلام ده 55000 كيلو، تخيل كميه المصاريف اللي انا هصرفها على الشبكه عشان اطهرها. انما لو هي الناس عندها وعي، الفلوس اللي انا هصرفها على التطهير دي هصرفها على مشروعات تجميل، هصرفها على مشروعات تدبيش.